جلسة نيابية أقل ما يمكن وصفها بالساخنة عقدت صباح الأحد، عنوانها الأبرز تداعيات انسحاب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من حفل افتتاح مهرجان جرش بعد أن طلب منه تغيير مقعده والجلوس في مكان آخر. الحادثة اعتبرها البعض عرضية، إلا أن النواب اعتبروها إساءة واضحة مست هيبة وكرامة مجلس النواب، ما دفع الطراونة إلى رفع الجلسة وعقد اجتماع موسع مع النواب بعد أن هدد بعضهم بالانسحاب من الجلسة إن لم يتم فتح النقاش والخروج بموقف واضح. الطراونة حاول جاهدا توضيح ما جرى، محملا إدارة المهرجان المسؤولية عن سوء التنسيق، متهما إياهم بالفشل الذريع. الآن أنا اكتشفت بأنه الإدارة المحلية المشرفة على هذا المهرجان أخفقت، وقلت يعني مين هم الإدارة المحلية؟ أنا خلينا أفهم، أنت بدنا نحطها في ظهر ناس معين، يعني مين هم؟ قال يعني من منطقة جرش. معناته هذا يعبر عن فشل ذريع جدا في إدارة هذا المهرجان. امتعاض النواب واستياءهم بدا واضحا بشكل لافت، إلا أن الأمر تعدى حدود ما حصل لرئيس المجلس ليبدأ النواب بسرد قصص جرت معهم تؤكد برأيهم تهميش المسؤولين لهم بل والإساءة لهم في بعض الأحيان. تلفون يرن علي أرقام غريب، رقم أنا مش مخزن عندي. فتحت السبيكر على السمعة الخارجية واستمعت، وإذا يا إخوان في سيل من الشتائم لم يبقي ولم يظهر لمؤسسة مجلس النواب ولي أنا شخصيا، وأتهم النواب الفاسدين وأنا أفسد الفاسدين، وهذا وزير الأوقاف، من أنقل وزير الأوقاف؟ نحن وصلنا أن نستجدي الكرامة ونطلب الكرامة والإحترام من الحكومة. إدارة المهرجان بعد أن وجدت نفسها في موقف المتهم أصدرت بيانا أكدت فيه احترامها لرئيس المجلس، موضحة أنها لم تطلب من رئيس المجلس مغادرة مكانه أو تبديله، مبينة أن الخلاف وقع حول جلوس النائبتين نجاح العزة ووفاء بني مصطفى من نواب محافظة جرش. وبعد النقاش المطول كانت هناك آراء مختلفة، بعضها تم التوافق عليها كإصدار بيان يدين ما حدث، وأخرى رفضها البعض كتقديم مذكرة لطرح الثقة بالحكومة، إلا أن الموقعين عليها لم يتجاوزوا 9 نواب. رعد بن طريف، رؤيا.